بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الشابتر رقم 1. وصلنا لسلايد أعتقد رقم 7 اللي بتحكي على الأنسولين. إحنا حكينا في نهاية المحاضرة اللي فاتت إشي سريع عن الأنسولين. الأنسولين طبعا أول ما يفرز من البيتا سيلز بتاعت الأيلس أوف لانجرهانس اللي موجودة في البنكرياس، واللي هي تمثل جزء من الإندوكراين بورشن أوف ذا بنكرياس. يفرز الأنسولين طبعا، ويكون على شكل أو مخزون في داخل جرانيولز في داخل البيتا سيلز لغاية ما يتم الاحتياج له. من ضمن المؤثرات اللي ممكن تسبب الريليز للأنسولين بالتأكيد زيادة نسبة السكر أو الهايبر جلايسيميا، بالإضافة لأذر فانكشن أو أذر إفكت ممكن تحفز السكريشن بتاعت الأنسولين، وحنشوفها إن شاء الله. لكن خلينا نقول الأنسولين بيكون جاهز ومعمول في داخل الجرانيولز زي كتير من البروتينات لغاية ما يتم الحاجة إله. هنا بتبدأ عملية السكريشن، وهذه الميكانيزم اللي بدنا نحكي عنها. بس بداية زي ما احنا شايفين الانسولين بيكون في داخل الجرانيولز على شكل حاجة احنا بنسميها برو انسولين. برو انسولين اللي هو زي ما احنا شايفين عندنا اللي هو ايه، عبارة عن 81 امينو اسيد، سوري 86 امينو اسيد. زي ما احنا شايفين لما تبدأ عملية السكريشن بده يصير دايجيشن او ديجريديشن للموليكول هذا اللي هو البرو انسولين. بده يصير من الحته هذه زي ما احنا شايفين ما بين السيستين والارجينين، والحته هذه ما بين الارجينين والارجينين. يترتب على المساله هذه انه يصير سبليت للبرو انسولين ويطلع لنا تو كومبوننت. الكومبوننت الاول اللي هو بنسميه احنا سي بيبتايد، اللي الحته هذه احنا بنسميها سي بيبتايد. السي بيبتايد تفرز بكميات متساويه مع الانسولين، يعني كل 1 مولكيول برو انسولين لما يصير له ديجريديشن بيطلع 1 سي بيبتايد وبيطلع 1 انسولين. عشان كده احنا بنسمي المساله هذه السكريشن ان ايكوي مولر او كميات متساويه ما بين الانسولين وما بين اللي هو السي بيبتايد. بيولوجيكلي ما فيش الها او مش معروف الها لحتى الان اي فانكشن، لكن احنا ممكن نستغلها نميز ما بين انه الانسولين اللي موجود عند بني ادم اذا كان اكزوجينوس من الخارج على المعطى او اندوجينوس انسولين، على اعتبار انه لو قسنا قيمه السي بيبتايد هي تمثل قيمه الايش؟ الاندوجينوس انسولين. إذا كان قيمة الأنسولين اللي موجود مقارنة مع سي بيبتايد أعلى، فبكون المصدر الثاني أو الزيادة في الأنسولين هي جاء من اكزوجينوس سورس. الجزئية الثانية اللي هي عبارة عن الأنسولين مولكولز، واللي بتكون من تو بيبتايد A اللي هي عبارة عن 21 أمينو أسيد، وبي عبارة عن 30 أمينو أسيد. ما بين الـ A والـ B اثنين دايسلفايد بوند زي ما احنا شايفين، وما بين وفي نفس الوقت في داخل A انترا دايسلفايد بوند، يعني بنحكي عن 3 دايسلفايد بوند، تنتين ما بين الـ A والـ B وواحدة في داخل الـ A. الآن هنا بحكينا في الفيجر إنه ممكن يصير سبستيتيوشن او الفرق ما بين مثلا الانسولين اللي يفرز من الهيومن والبيج الخنزير او الكاوز البقر او الحاجه زي كده، يعني في بنلاحظ شويه سبستيتيوشن، يعني ممكن تتبدل امينو اسيد مكان امينو اسيد. على سبيل المثال هنا بحكينا في البيج في الخنزير زي ما احنا شايفين بي 30 اللي هي عباره عن الانين، احنا لو لاحظنا على بي 30 هنا بنلاقيها ثريوناين في الهيومن على سبيل المثال. في الكاو على سبيل المثال اي 8 از الانين، لو عدينا هنا بنلاقيها الانين على سبيل المثال، هنا برضه بنلاقيها ثريوناين في الهيومن. في البي برضه بنلاحظ اختلاف هي عباره عن الانين، يعني في اختلافات بسيطه ما بين الانسولين اللي يفرز من الهيومن او ما بين اللي هو البيج الخنزير او الكو. طبعا هذه خلينا نقول ما بتاثرش على التوتال فانكشن بتاعت الانسولين، لسه بضل شغال، ويمكن الشغلات هذه ممكن تفيدنا انه نستخدم بدائل لايش؟ للانسولين للهيومن لو واحد عنده في مشكله في السكريشن للانسولين. بس ناخذ بعين الاعتبار انه السبستيوشن هذه ممكن استغلالها، بعض الشركات استغلتها الان انها تطلع فيرجن من الانسولين الديوريشن بتاعه او التايمنج بتاعه الوقت الشغل بتاعه. بمعنى اخر معروف ان الانسولين شورت تايم اكتنج اللي هو النورمال انسولين، عشان كده مجرد ما يصير هايبر جلايسيميا بيبدا السكريشن لعمليه الانسولين، وفي لحظات بنزل مستوى الهايبوغلايسيميا وكده هيك بينتهي الدوام او بصير ديجريديشن للاكسس انسولين، لانه مش مفروض يضل اكتر من الفتره اللازمه. طول ما هو موجود الانسولين بيعمل ديجريديشن لايش؟ للسكر الموجود. الان في حاله المرضى الدايبيتيك ما فيش او في مشكله في السكريشن على سبيل المثال،
عشان كده خلينا نقول بنعطيهم البدائل هذه، وممكن الشركات استغلت المسألة هذه انه تعدل شوية في بعض الامينو اسيد بحيث انه نحصل على فيرجن او نسخ من الانسولين اللي تشتغل فترات اطول. بصير الوضع تيبيكالي انه احنا بنحاول نقلد ايش اللي بصير في داخل الهيومن لو كان طبيعي. ممكن نعمل احنا ميكسينج ما بين تو فيرجن للانسولين، انسولين اللي هو شورت تيرم شورت اكتنج شورت تيرم اكتنج، انسولين اللي هو ايه بيشتغل اللي هو بتعامل مع حاله الهايبر جلايسيميا اللي موجوده في اللحظه، وفي نفس الوقت بنعمل معه ميكشر كمان انسولين واللونج اكتنج اللي يغطينا فتره مثلا 12 او 24 ساعه. كده احنا بنحسن الوضع بما يعني بدل ما نضطر انه نعطي البني ادم كل هايبر جلايسيما او كل حال بعد كل وجبه نعطيه حقنه انسولين، لا احنا بنعطيه مزيج من التو انسولينز هذا، واحد شورت تيرم وواحد لونج تيرم، بحيث انه نتعامل مع حاله الهايبر جلايسيما اللحظيه هذه وفي نفس الوقت نغطي على مدار 12 او 24 ساعه. هيك اللي بتعمله اللي هو ايش شركات تصنيع الانسولين او الادويه. هنا طبعا اللي هو بيحكي لنا على الكلام اللي حكيناه يعني بيعيدوا يعني substitution do not significantly affect activity، عشان كده احنا ايش ممكن نعطي بدائل من الانيمالز انسولين للهيومن، وفي نفس الوقت ممكن ايش نبدا نعدل في بعض اللي هو ايه بعض الامينو اسيد اللي ما تاثرش او خلينا نقول الزيد اللونج تيرم او الديوريشن بتاع شغل الانسولين. عشان كده احنا عادة بنعطي المريض اللي هو مزيج ما بين الشورت اكتنج عشان نتعامل دايركتلي مع حالة الهايبر جلايسيما اللي موجودة، ولونج اكتنج عشان ايه نخليه نغطي اكبر فترة ممكنة 12 او 24 ساعة. هنا الحتة هذه بتحكي لنا زي اي بروتين عملية اللي هو السينثيسيز للانسولين، بداية بتكون من خلال الجين طبيعة الحال، المسج اللي بتصل للبيتا سيلز انه او للسيلز انها تبدا تصنع انه في حاله هايبر جلايسيما على سبيل المثال. هنا بتبدا عمليه الجين ترانسكريبشن ومن بعد كده ترانسليشن، وهنا يخزن الانسولين في داخل اللي هو طبعا بدايه بتكون في الاندوبلازم كورتيكولم وبتخزن، وبعد كده بروح على ايش على جولجي اباراتوس وبتخزن من هناك بتخزن في داخل اللي هو ايه جرانيولز على شكل برو انسولين لغايه ما يتم اللي هو الحاجه له. طبعا الافكت اللي بخلينا نقول انه ايه الخلايا تبدا تعمل سكريشن اللي هو زياده كميه الكونسنتريشن بتاعت اللي هو ايش الكالسيوم، زياده الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم هو المحفز لعمليه اللي هو ايه الاكزوسايتوسيس للجرانيولز اللي تحتوي على ايش الانسولين. مش بحكيش التصنيع لا، على الاكزوسايتوسيس، ما قلنا الانسولين موجود في داخل الجرانيولز على شكل اللي هو ايه برو انسولين، بمجرد ما تكون افكت يزيد الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم في داخل البيتا سيلز هنا بتبدا عمليه اللي هو الديجريديشن للبرو انسولين لانسولين سي بيبتايد، وفي نفس الوقت اكزوسايتوسيس عشان نعمل ريليز لايش للانسولين. هنا بحكي لنا برضه على حته اللي هو وين بصير عمليه الكاتنج او الديجريديشن عشان اللي هو ايه نشيل السي بيبتايد من الانسولين. هنا بحكي لنا العمليه هذه عاده بتكون مش كومبليت خالص، يعني مش كل برو انسولين بتحول لسي بيبتايد ولا انسولين، هنا بضل شويه بقايا على شكل برو انسولين ما بصير لهاش ديجريديشن يعني. هنا بحكي لنا على السي بيبتايد، طبعا لحتى الان مش معروف لها فانكشن، قد نعتبر انه مجرد وجودها كجزء من البرو انسولين هي حاجه بتحفظ لنا الانسولين في داخل الجرانيولز لغايه ما يتم السكريشن له، لانه الانسولين كانسولين لوحده هو مش ستيبل زي ما حكينا شورت تيرم، يعني بمعنى اخر هو بيشتغل فتره وبنعاود يعني اللايف هاف لايف بتاعه مش كتير خالص، يعني مجرد ما يعمل اكشن بتاعه بصير له ديجريديشن. فالهدف من قد يكون الهدف من السي بيبتايد في داخل الجرانيولز انها تحافظ على الانسولين على شكل برو انسولين لاطول فتره ممكنه لحين الحاجه له. وبرضه ممكن نستخدم السي بيبتايد انه نميز ما بين الاندوجينوس والاكزوجينوس سورس للانسولين، لانه كميه السي بيبتايد تعادل او تساوي ان ايكومولر اماونتس تعادل الاندوجينوس انسولين. اي حاجه زياده عن الكونسنتريشن بتاع سي بيبتايد هو بيكون مصدره ايش اكزوجينس. خلينا نقول كمان يعني اللي هو ايه ممكن يصير نوع من الميوتيشن في الجين بتاع الانسولين، وعشان كده بنلاحظ حالات يعني ممكن مثلا انه شخص عنده هايبر انسولينيميا وذاوت هايبوغلايسيما. احنا اللي متوقعين نكون لما يكون اكسس انسولين، الناس اللي عندهم انسولينوما مثلا يعني تيومر في البيتا سيلز، هنا بيكون سكريشن
كميات كتيومر سيل تعمل سكريشن كميات عاليه من الانسولين، والناس هذول دائما بالاضافه لمشكله التيومر عندهم مشكله دائما الهايبوغلايسيميك شوك، لانه الانسولين دائما شغال. بس انا لما يكون عندي حاله هايبر انسولينيميا، يعني خلينا نقول الجين بتاع الانسولين شغال في في ميوتيشن وشغال وبنتج كميات كبيره من الانسولين، بس الانسولين هذا في ديفكت ما بيشتغلش بمعنى اخر. عشان كده احنا بنلاحظ وجود حاله الهايبر انسولينيميا طبعا مع الهايبوغلايسيما، وهذه الشغله بنلاقيهاش لما يكون الانسولين نورمال، هذه بتكون لما ايش يكون اب نورمال انسولين نتيجه الميوتيشن في الجين بتاع الانسولين. محفزات السكريشن للانسولين اللي طبعا رقم واحد الجلوكوز او حاله الهايبر جلايسيميا، خلينا نقول ناكد انه بالنسبه للسكريشن المحفز مش الجلوكوز نفسه، حكايه ارتفاع الجلوكوز او الهايبر جلايسيميا، لانه احنا لازم يكون لنا حاجه بنسميها ستيدي ليفل ستيت او البازل ليفل للانسولين اللي هو 70 ل 100، لانه احنا على مدار اللحظه محتاجين الجلوكوز كمصدر للانرجي لانه دائما شغالين بمعنى اخر يعني. عشان كده خلينا نقول حالة الهايبر جلايسيما أو زيادة الجلوكوز هي المحفز الرئيسي للسكريشن للإنسولين، مش الجلوكوز أو مش المستوى الطبيعي بتاع الجلوكوز يعني. بالإضافة لحكاية الأمينو أسيد جلوكاجون، وهذه شغلة ممكن تكون زي بارادوكس بمعنى إنه إذا كان الجلوكاجون والإنسولين كاونتر أكت إيتش أذر، يعني كيف الجلوكاجون ممكن ايش يعمل السكريشن او زياده حفز السكريشن. تذكروا انه الجلوكاجون الوظيفه بتاعته انه يزيد نسبه السكر، خاصه اللي بيزيد في حاله ما واحد يكون عنده فاستنج بنشط الجلوكاجون وبيزيد نسبه السكر، وبالتاكيد السكر الموجود هذا الزياده في السكر بتطلب وجود انسولين عشان يتعامل مع، اذروايز مش هنستفيد من زياده السكر يعني. من ضمن الاشياء اللي بتحفز السكريشن الاسيتايل كولين انسيرتنز، وهذه بعض البيبتايد اللي تفرز من الانتستين بسبب وجود اكل وحاجات زي كده، البيتا اندروجينيك ايجنت اللي الشغلات اللي بترتبط مع البيتا اندروجينيك ريسبتور اللي بتشتغل على مبدا السايكليك اي ام بي، واللي متاكد مرت عليكم في السيل بايولوجي او في البايوكيمستري يعني. من ضمن الشغلات اللي بتعمل انهبيشن او ديبريشن للسكريشن للانسولين اللي هي السوماتوستاتين، تذكروا هذا الهرمون اللي هو كان يفرز من نفسه من البنكرياس من الدلتا سيلز تحديدا، والالفا اندروجينيك ريسبتور برضو اللي هي ايه برضو بتشتغل على مبدا السايكليك اي ام بي. يعني البيتا اندروجينيك اللي بتربط على البيتا ريسبتورز بتعمل سكريشن او ستيموليشن للانسولين سكريشن، بينما الالفا اندروجينيك بتعمل ايه انهبيشن. جلوكوز از ذا موست بوتنت سكرتوجوك اوف انسولين، سكرتوجوك محفز السكريشن يعني بمعنى اخر، وبالتحديد خلينا نكون واضحين اللي هو ارتفاع نسبه الجلوكوز او الهايبر جلايسيميا. خلينا نقول sequence of events that lead to insulin secretion by beta cells at the threshold of blood glucose level. هاي اللي احنا بحكيه يعني اللي هو ارتفاع مستوى الجلوكوز في البلاد هو محفز السكريشن بتاع الجلوكوز. هاي الفيجر هذا تمثل اللي هو البيتا سيلز زي ما احنا شايفين. البيتا سيلز هذه اللي الوظيفة بتاعتها تعمل سكريشن لايه؟ للانسولين. خدوا بالكم هنا خلينا نقول اللي هو بالنسبة للجلوكوز في عندنا تقريبا 14 ريسبتور تتعامل مع الجلوكوز او تنقل الجلوكوز من خارج الخلايا لداخل الخلايا اللي بنسميها جلات طبعا اللي هو من اختصار جلوكوز ترانسبورتر. هذه الخلايا او هذه الريسبتورز عندها ديستريبيوشن تقريبا في اولموست اول تيشوز، لانه اول تيشوز تحتاج للسكر. عشان كده الريسبتورز هذه الجلات من 1 ل 14 تعمل ديستريبيوشن تقريبا في كل التيشو بتاع ليش بتاع الجسم يعني. حكايه من 1 ل 14 تختلف حسب اللي هو ايه الافينيتي بتاعت الريسبتورز للايش للجلوكوز. في عندنا ريسبتورز جلات على سبيل المثال بتكون الافينيتي بتاعتها للجلوكوز منخفضه، في ريسبتورز بتكون ايه عاليه. طبعا المساله هذه تعتمد على قديش اعتماد تشو على حكايه السكر الجلوكوز كمصدر الانرجي. المنطق بيقول اذا كانت حاجه الجسم او حاجه التشو عاليه للسكر يعني محتاج السكر بشكل اساسي لما كمصدر للانرجي، هنا بنتوقع نوعيه الجلط اللي عليه تكون اللي هو ايه تكون الافينيتي عاليه عشان ياخذ اي كميه متاحه من السكر موجوده في الجسم يعني. بينما اذا كان حاجته مش كتير يعني
ممكن يعتمد على بدائل تانية زي الدهون وغيره. هنا بنلاحظ انه هو الريسبتورز بيكون من نوع الافينيتي محدوده او قليله شويه، لانه مش بحاجه لاي كل كميات السكر الموجوده، ممكن بحاجه لنسبه بسيطه يعني. وعشان كده اجى الديستريبيوشن من الجلاط 1 لجلاط 14 تقريبا يعني. هنا البيتا سيلز اللي موجود عندها نوع الجلاط اللي موجود جلاط 1 وجلاط 2، الوظيفه بتاعتهم زي ما حكيت اللي هو ندخل الجلوكوز او يدخل الجلوكوز من خلالهم لداخل البيتا سيلز. هنا انا بدي اسالكم سؤال واعطيكم مجال تفكروا فيه. حسب الوظيفه بتاعت البيتا سيلز اللي هي انتاج او سكريشن للانسولين، بتتوقعوا الجلات 1 وجلات 2 الافينيتي للجلوكوز هتكون عاليه ولا منخفضه يعني؟ طبعا هذه الشغله فيها نوع من الكومن سنس تتناسب مع الوظيفه بتاعت اللي هو البيتا سيلز اللي يستعمل سكريشن للانسولين. بتتوقعوا كمان مره الجلات الريسبتورز عليها في البيتا سيل الجلات 1 و2 الافينيتي للجلوكوز عاليه او منخفضه يعني؟ فكروا في المساله هذه. الان وجود ارتفاعات الجلوكوز او الهايبر جلايسيما، او عاده بيدخل الجلوكوز من خلال الريسبتورز هذه جلات 1 و2، الميكانيزم العادي للتعامل مع الجلوكوز زي كل الخلايا اللي تدخلوا في حكايه الجلايكوليسيز، اول خطوه او اول انزيم اللي هو جلوكوكينيز اللي بيعمل فوسفوريليشن للجلوكوز، ومن ثم جلوكوز 6 فوسفيت، وبعد كده بنكمل خطوات اللي هو ايش الميتابوليزم بتاع الجلوكوز الجلايكوليسيز، ومن ثم الكريب سايكل، ومن ثم الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، عشان في النهايه نحصل على ايه؟ على الاي تي بي الانرجي من الجلوكوز بالضبط يعني. هنا خلينا نقول الديفايسنج سينسنج او الديفايس سينسنج ماشين، الماكينه اللي بتشعر الخليه انه محتاجه انها تعمل سكريشن للانسولين هو ايش؟ الجلوكوكينيز. يعني وجود اكتيفيتي عاليه للجلوكوكينيز، طبعا بسبب وجود الاكتيفيتي العاليه والسبب انه وجود سكر، دخل سكر. لو ما فيش سكر ما دخل السكر هتكون الاكتيفيتي منخفضه بمعنى اخر. عشان كده خلينا نسمي الجلوكوكينيز اللي هو السينسنج ديفايس او استشعار بتاع انه في جلوكوز عالي او مش عالي. في النهايه بنصل لنتيجه عمليه الميتابوليزم بتاع الجلوكوز اللي دخل للاي تي بي. هنا نتعامل مع نسبه الاي تي بي على الاي دي بي، يعني اذا كانت النسبه هذه عاليه اي تي بي عالي مقارنه مع الاي دي بي، طبعا السبب كان دخول الجلوكوز والميتابوليزم بتاع الجلوكوز. هنا خلينا نقول نسبه الاي تي بي عاليه مقارنه مع الاي دي بي، هذه بتعمل اللي هو بلوكج لايش؟ لبوتاسيوم تشانل، لبوتاسيوم تشانل اللي موجوده هنا. بمعنى البوتاسيوم تشانل خلينا نقول اي تي بي سنسيتيف تشانل، كل ما زاد الاي تي بي، واحنا عارفين ايش السبب الان اللي بزيد الاي تي بي، كل ما زاد الاي تي بي بصير بلوكج او كلوجر للاي تي بي تشانل، او بمعنى اخر بتعمل انهبيشن لايش؟ للافلكس. بستخدم كلمه افلكس اللي هو خروج البوتاسيوم من انترا من داخل البيتا سيل لخارج البيتا سيل. هنا لما ينحشر البوتاسيوم في داخل بيتا سيلز، هنا بيعمل حاجه اسمها دي بولا او بسميها دي، بتقلل حكايه الدي بولاريزيشن. احنا عارفين انه ايه؟ احنا عارفين انه ايه؟ في فرق ما بين فرق الجهد ما بين اكسترا سولولار للانترا سولولار حوالي ماينس 70 ملي فولت بمعنى اخر. الان طبعا الفرق هذا نتيجه اللي هو حركه الصوديوم والبوتاسيوم. احنا الان لما نحشر البوتاسيوم بصير عندنا حاله من ايش؟ يعني البوتاسيوم مش مسموح له انه يطلع بمعنى اخر لانه سكرنا الشانل بفعل زياده الاي تي بي. هنا بصير عندنا حاله من الدي بولاريزيشن او بقل فرق الجهد او البولاريتي ما بين خارج السل وداخل السل. بطبيعه الحال يترتب على مساله الدي بولاريزيشن انه شانل ثانيه انها تفتح، هذه بنسميها فولتج سنسيتيف شانل اللي هي الكالسيوم شانل. ليش فولتج سنسيتيف شانل؟ لانه اللي فتح الشانل هذه اللي حكايه الدي بولاريزيشن اللي هي بسبب اللي هو ايه؟ زياده البوتاسيوم اللي انمنع يطلع من خلال الشانل هذه. الان حكايه الدي بولاريزيشن يترتب عليها انه تفتح الشانل بنسميها فولتج سنسيتيف شانل واللي مسؤول عن دخول الكالسيوم. الان دخول الكالسيوم حيترتب عليه زياده الكونسنتريشن بتاع الكالسيوم، وما يترتب على الحاله هذه من اللي هو ايه؟ تبدا عمليه الدي او الاكزوسايتوسيس للجرانيولز اللي موجوده هين واللي تحتوي على ايه؟ زي ما احنا شايفين على البرو انسولين. هذا الميكانيزم، زاد الكالسيوم بنحكي حصير اللي هو ايه؟ ديجريديشن رقم واحد للبرو انسولين في داخل الجرانيولز هذه، ومن ثم اكزوسايتوسيس عشان تطلع اللي هو ايه؟ الانسولين. خلينا نشوف عوامل تانية تلعب دور اساسي في عمليه تتحكم او تعمل استيميوليشن او انهبيشن للانسولين سكريشن.
من خلال برضو تحكمها في مستوى اللي هو ايش الكالسيوم. على سبيل المثال عندنا السلفونيوريا احد الدراجز اللي بتنعطى عشان تعمل ستيموليشن للسكريشن للاسولين بشكل مباشر. السلفونيوريا اللي هو بيشبك على ريسبتور اللي هو سلفونيوريا ريسبتور، الافكت هذا بتاع اللي هو السلفونيوريا مع الريسبتور بتاعه بيعمل اللي هو نيجاتيف افكت وبسكر التشانل بتاعت البوتاسيوم، نفس الوضعيه اللي شفناها لما زاد الاي تي بي. في المقابل عندنا دراج ثاني اللي هو ايش؟ بقلل السكريشن بتاع الانسولين زي الدايوكسيد على سبيل المثال، اللي هو لما يشبك مع السلفونيوري ريسبتور بيفتح التشانلز وبالتالي بتخف حكايه اللي هو الديبولاريزيشن وبالتالي بقل تاثير السكريشن بتاع الانسولين. من ضمن الاشياء على سبيل المثال الاسيتيل كولين، الاسيتيل كولين من خلال المستقبلات او الريسبتور بتاعه بيعمل ديجراديشن لفوسفولايبيز سي ودا اسيتيل جلوسيرول. في النهايه اللي هو الانستول ترايفوسفيت بيعمل سكريشن برضه او بحفز السكريشن بتاع الانفلاكس بتاع اللي هو ايه الكالسيوم سواء من بره او سواء في جرانولز اللي موجود فيها اللي هو ايه اللي موجود في داخلها الكالسيوم. نفس الكلام للفوسفوكاينيز سي، كلاهما بيشتغل على مبدا انه زياده الكالسيوم وبالتالي زياده السكريشن. هنا على سبيل المثال عندنا اللي هو ايه جلوكاجون لايك بيبتايد اللي هي واحد من البيبتايد اللي تفرز من الانتستين، وبرضه بس بتشتغل على مبدا اللي هو جي بروتين اللي بيشتغل على مبدا السايكليك اي اي ام بي اذا بتتذكروا من السيل بيولوجي، وفي النهايه بتزيد الكونسنتريشن بروتين كاينيز اي اللي بيعمل اللي هو بوزيتيف افكت على السكريشن بتاع الانسولين. الاشياء زي النور ابنفرين على سبيل المثال له نيجاتيف افكت صح، وبيشتغل على ايه الادرينجينيك ريسبتورز، بيعمل انهبيشن من خلال اللي هو برضه سايكليك اي ام بي، هنا بيعمل نيجاتيف افكت على السكريشن للانسولين او بيعمل انهبيشن للانسولين. زي ما احنا شايفين مجموع الانبوت هذه سواء اللي بتعمل ستيموليشن زي الجلوكوز الاسيتالكولين زي مثلا جلوكاجون لايك بيبتايد 1 او مثلا نور ابنفرين، خلينا نقول مجموعه بتشتغل ان انتجريتد مانر عشان نحافظ على او نتحكم في الريجوليشن او نعمل ريجوليشن للسكريشن للانسولين حسب ما تحتاجه السل. المساله مش انه بيعمل ستيموليشن وهذا انهبيشن، لا المساله انه ايه المساله انتجريتد عشان نتحكم في النهايه في مستوى اللي هو الانسولين اللي بيطلع للسل. هنا بيحكي لنا على الماكينه هذه او الجزئيه هذه اللي حكيناها بطبيعه الحال، وهنا قلت لكم اللي هو الجلاط 1 وجلاط 2 اللي موجودات على ايه على الممبرين بتاع البيتا سيلز، وكنت سالتكم الافينيتي بتاعتهم للجلوكوز هل هي عاليه او منخفضه. يا ريت تفكروا لي في المساله هذه، زي ما قلت لكم المساله هذه بدها شويه سنس بس. يعني انا سمينا الجلوكوز اللي هو ايه جلوكوكاينيز اللي هو الانزيم الاول في التعامل مع الجلوكوز جلوكوكاينيز، سميناه اللي هو جلوكوز سينسينج ديفايس. طبعا اذا زاد نسبه الجلوكوز اوتوماتيكلي بده يزيد نسبه الجلوكوكاينيز عشان ايش يعمل ميتابوليزم للجلوكوز الزياده اللي دخل في داخل البيتا سيلز. نفس الكلام اللي حكيناه هنا بعيده، بس هنا الجزئيه هذه اللي بحكي لنا انه طبعا بالاضافه للانسولين والسي بيبتايد اللي قلنا بتطلع بشكل اكومولار، يعني كل برو انسولين بيطلع لنا 1 انسولين و1 سي بيبتايد، بالاضافه للانسولين كمان اللي هو البيتا سيلز بتطلع لنا حاجه اسمها اللي هو امايلين اللي هو عباره عن 37 امينو اسيد. خلينا نقول شغله مش على السكر بشكل مباشر وانما بشكل غير مباشر، احنا بنسميه سينرجيستيك افكت. بمعنى اذا كان السكر الوظيفه بتاعته زي ما حنشوف او سوري الانسولين انه يساعد في دخول الجلوكوز للخلايا عشان تبدا تتعامل معها من خلال الجلاط على سبيل المثال، هنا الاميلين الوظيفه بتاعته انه مثلا يبطئ عمليه الامتصاص بتاع الكربوهيدرات، يقلل عمليه الامبتنج من الاستومك للانتستين، وبالتالي بقلل وصول الكربوهيدرات اللي ايش للبلد، وبالتالي بقلل اللي نسبه ارتفاع السكر في البلد اللي بتحفز السكريشن للانسولين، وهكذا. يعني بمعنى اخر في النهايه هو شغله يتماشى او يتماهى مع شغل الانسولين بطبيعه الحال. الانسولين بيشتغل بشكل مباشر على السكر، لكن الاميلين بيشتغل بشكل ايش غير مباشر، بقلل نسبه وصول الكربوهيدرات للبلد. يعني هنا خلينا نقول كمان العباره هذه لانها مهمه، يعني الميكانيزم ذات التر ليفل اوف سايتوسوليك كالسيوم ان بي سيل
other than glucose metabolism also affect insulin release. يعني كل ما يتحكم في مستوى الكالسيوم سواء بزياده او بنقصان يتحكم في مستوى السكريشن. السوماتوستاتين على سبيل المثال انهبت كالسيوم انفلاكس، وبالتالي بنتوقع انه يعمل انهبيشن للانسولين. اسيتال كولين على سبيل المثال بزيد اللي هو الكالسيوم سكريشن، وبالتالي بزيد عمليه اللي هو السكريشن للانسولين. النور ابينفرين ادرينالين والنور ادرينالين بيعمل انهبيشن من خلال اللي هو الجي بروتين. جلوكاجون لايك بيبتايد برضه شفنا بتعمل بروموشن لعمليه السكريشن من خلال بروتين كينيز دي. السوماتوستاتين طبعا بيعمل انهبيشن للسكريشن لايش للانسولين. خلينا نقول various regulatory input to B cell are integrated. يعني الاشياء اللي شفناها هذه ما بتشتغلش كلها مع بعض او مجرد تعمل انهبيشن لبعض وحاجه زي كده، لا المساله بتشتغل ان انتجريتد مانر عشان في النهايه نتحكم في مستوى الانسولين اللي بحسب، لانه احنا بدنا كميه انسولين تتناسب مع الهايبر جلايسيما، ما زاد عن ذلك ما بدناش اياه، لانه طول ما الانسولين موجود بيعمل ديجريديشن او بشيل السكر، وهذه شغله بدناش اياها. احنا بدنا انسولين بالقدر اللي يتعامل مع الاكسس او الزياد الجلوكوز او الهايبر جلايسيما عشان ننزله للوضع الطبيعي وبس، اكتر من كده ما بدناش يعني. خلينا نقول action of insulin is opposed by glucagon and other regulatory hormones زي الابنفرين والكورتيزول والجروث هرمون. كل الهرمونات هذه اذا كان شغلها الجلوكاجون والجروث هرمون والكورتيزول والابنفرين اذا كان وظيفتها انها تزيد مستوى الجلوكوز، فالانسولين وظيفه انه يعمل العكس، يعمل انهبيشن او يقلل مستوى الجلوكوز. طبعا المساله هذه ليش زي احنا شايفين الانسولين بوتنت، الافكت بتاعه بوتنت سترونج، يعني دغري بينزل اللي هو ايه الجلوكوز. خلينا نقول بدناش نترك المساله واحده للانسولين، لانه في اورجانز مثلا زي الدماغ البرين محتاج بشكل جديد وبشكل عاجل للايش للجلوكوز، عشان كده لازم انا اعطيش او المجال مش متروك للانسولين وحده يتحكم في المساله هذه، في الاذر هرمونز لازم تكون موجوده عشان تتدخل فيما لو نقص اللي هو ايش الجلوكوز بالنسبه للدماغ، لانه الدماغ ما بتحملش غياب الجلوكوز فترات طويله. ممكن يكون عندنا بالنسبه للجلوكوكاينيز اللي شفنا ديفايس سنسنج ماشين ممكن يصير في ميوتيشن جين اوف فانكشن اور لوس اوف فانكشن، عشان كده يترتب عليه حاله من الدايابيتس طبعا حسب المشكله اللي صارت. عندنا على سبيل المثال نوع بنسميه اللي هو ماتوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج او مودي، هو نوع من الدايابيتس. احنا قلنا في البدايه اكثر من نوع من الدايابيتس. هنا المساله مش في عمليه السكريش، مش في الريسبتورز بتاعت الانسولين، ولا المساله في الجين، ولا المساله في الانزيم او الجلوكاينيز اللي هو الديفايس سنسنج ماشين. هذا بيترتب عليه طبعا نوع من الديفكت او نوع من اللي هو الدايابيتس اللي احنا بنسميه مودي او ماتوريتي اونست دايابيتس اوف ذا. هنمر على الانواع هذه لما نحكي على الكلاسيفيكيشن بتاع الدايابيتس. بدي انهي لعند الحته هذه ان شاء الله، وبنكمل المحاضره الجايه ويعطيكم العافيه.